بسم الله الرحمن الرحيم. ففي البداية أود أن أشكر الإعلام على هذا بالطبع على هذا ربما انتباه لهذا الأمور اللي كتحصل بعض الحين اللي كتكون ربما كيكون عليها كثرة الكلام بحال هذه الأمراض اللي حاليا كنسمعوا عليها كورونا فيروس. وهذه مبادرة طيبة بحكم أنه ربما نحاول نحسوا الناس اللي ربما يقدروا يتابعوا هذا اللقاء اللي الاعلامي مع الاخوه على اساس باش نوروا شويه نوروا المواطنين. فكما تعلمون في الفصل الشتاء كيكون فصل حسب البوده كيكون طبعا معروف ويمتاز بالبروده، وهذا كيجعل على عدد من الفيروسات ربما تنتشر وتنتقل من شخص الى شخص. فالفيروسات اللي كاينين خصنا ضروري باش نفرقوا ما بين الفيروسات اللي كتكون عاديه اللي كتسبب الزكام كنسميوها الروح، والفيروسات اللي ربما كتكون بالطبع كتكون شويه كتكون مضره بالجسم واللي تقد ربما حسب الشخص او المكونات الشخص ربما يكون حامل بعض الامراض المزمنه او قد تصيب الطفل او المسن او المرأة الحامل، قد يكون عندها انعكاسات ومضاعفات اللي تكون خطيرة وتقد تؤدي للأسف الى الوفاة بحال الانفلونزا لاغريب اللي كنقول لها النزلة، ومن بينهم بعض الفيروسات بحال كورونا فيروس اللي كتكلموا عليه حاليا. فعلى اي الانسان هاد الانفلونزا اللي غنتكلم عليها ونتكلم على كورونا فيروس، فالانفلونزا كما تعلمون كما عرفتها المنظمة العالمية الصحية فيها بعض الاعراض اللي ربما اللي كتبدا في الشخص اللي خصو ديك الساعه يمشي لاقرب مؤسسه صحيه باش يتشخص المرض. وهو من يكون يحس من يكون عنده الحمى السخانه ملي كتفوت 38.5 38 درجه ونصف، ويحس بواحد الالتهاب في الحلق ديالو ويكون هناك سعال جاف. هاد ثلاثه الاعراض بالطبع انك تستدعي على اساس انه ذلك الشخص باش يمشي يشوف اقرب مؤسسه صحيه باش يتم تشخيصه. بالطبع كيديروا التحاليل على اساس باش يمكن نكشفوا واش هذا المرض الانفلونزا، وبالطبع اش من نوع. فهذا الامر هذا هما ثلاثه الحالات. وبالطبع كيكون بعض الامور اللي تكون تضاف اليها بحال الانسان العين الاحمرار نتاع العينين النيف يكون كيسير الى اخره، هذه كلها يمكن لها بالطبع تكون تواكب هاد الاعراض اللي ذكرتهم. نرجعوا للكورونا فيروس اللي دابا حاليا الكل يتكلم عليه. فهي هاد كورونا فيروس هو فيروس ويشمل واحد العائله كبيره تاع الكورونا فيروس. بدا في الصين بعدا في البدايه في 2002 حتى 2003. وهاد الكورونا فيروس كيقولوا على اساس انه المنطلق ديالو الاول ياتي بالطبع من الوطواط والخفاش. هو كان السبب الاول على اساس انتقل من الطيور الى الانسان. ثم بالطبع كانت هناك حالات نتاع الوفيات وعدد من الالاف نتاع الاصابات. ثم كانت هناك حاله نتاع 2009 ربما اللي كانت ظهرت في الشرق الاوسط وفي المملكه السعوديه، واللي كيقول انه الفيروس انتقل من الابل الى الانسان. وهذه المساله نتاع الانتقال وبالطبع اللي عطات حتى هي كذلك وفيات، وهذا الانتقال نتاع الفيروس من الحيوان الى البشر او من البشر الى البشر هذا عادي فيما يتعلق بهذه الفيروسات، انه ممكن ينتقل من البشر الى البشر او من الحيوان للحيوان. بعض الاحيان هذا الفيروس كيكون خليط 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 نتاع الفيروس اللي نتاع الحيوان ونتاع الطيور ونتاع الانسان، كما هو الحال نتاع اللي كنا كنتكلموا على الفيروس اللي ظهر في 2009 H1N1 H1N1. هذا اللي كان خليط في حقيقة نتاع الفيروس نتاع الخنازير وفيروس نتاع الطيور وفيروس نتاع الإنسان كذلك، وكيعطي هذا الخليط اللي كيعطي هذا النوع من الفيروسات. فرجع الكورونا فيروس دابا حاليا كما تعلمون أنه في الصين ظهر أول حالة اللي ظهرت في 31 دجنبير، 44 ربما مصاب أو شخص اللي تصاب بهذا الفيروس. فهذا الفيروس لحد الان هو ينتمي لهذه العائله نتاع الكورونا فيروس. المصدر ديالو لحد الان مازال ما معروفش. كاين كلام على اساس انه في تلك المنطقه او ظهرت الحالات او الحالات ظهرت في 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 سوق اللي معروف ببيع الاسماك وبعض
على إن أنواع من الأسماك، فهذا كله كلام اللي في حقيقة مازال ما كاينش زعما يتبث المصدر ديالو، كيبقى المصدر غير حاليا غير طبعا معروف، وبالتالي ضروري من الأبحاث على أساس باش يمكن لهم يشخصوا بالطبع أو يشخصوا الانتقال، كيف تم انتقال هذا الفيروس بكيفية اللي واضحة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الكورونافيروس اللي حاليا للأسف كما تعلمون كاين هناك 10,000 حالة، مع للأسف شي 200 وتقريبا 70 أو 80 وفاة للأسف أنها، وهذا عدد الوفيات بالطبع تقلق المنظمة العالمية الصحية وتقلق كل البلدان، بحكم أنه كما تعلمون بدأ ينتشر في عدد من الدول اللي بالطبع إما صينيين اللي جاوا من ديك المكان إلى هذه البلدان، ولا بعض الحين كيكونوا بعض الناس اللي سافروا بالطبع ملي كيرجعوا كيكون معهم العدوى. الخصوصية ديال هذا الفيروس كما هو الشيء بعدد نتاع الفيروسات اللي كيسببوا مرض الإنفلونزا، هو أنه الفترة نتاع الاحتضار كتبقى 14 يوم بمعنى أقصى ما تصل إليه، وبالتالي أن هذه الفترة ممكن أن الإنسان يمكن له ينقل العدوى إلى شخص آخر، وبالتالي هذه الفترة كيكون داكشي علاش بعض الأحيان ملي كيجي شي مواطن من هذه المنطقة كيطلبوا على أساس باش يبقى في واحد فترة نتاع التقاء، على أساس كتبقى واحد المراقبة مشددة اللي على الأقل نتاع 14 يوم باش يمكننا نقولوا فعلا أنه هذا الشخص غير مصاب. إذا هذه المسألة خلات على عدد أنه هذا الفيروس كينتشر بواحد الطريقة اللي سريعة، وبالتالي خلى عدد من الدول أنها تحتاط على أساس أنها باش ما توصلش العدوى. إذا ملي كيتصاب عدد من الدول بهذا المرض كيكون عدد كبير نتاع الأشخاص، فهنا كتدخل المنظمة العالمية للصحة على أساس باش يمكن تعلن مستويات نتاع الحالة المسمية الطوارئ على أساس باش يمكن لها تاخذ الإجراءات. وبالتالي حاليا أنها كتسمى أعلنت على الطوارئ نتاع أعلنت على الطوارئ المنظمة العالمية الصحية يورجونس دو سانتي، بحكم أن الأمر يستدعي على أساس الكل أنه يساهم بكثافة على هذا الأمر باش يمكن نصدوا له هذا الفيروس. فعلى إن الأمور اللي يمكننا ربما نقولوا أنه الأعراض نتاع هذا الفيروس هي ما كتختلفش على ما ذكرته في الفيروس إنفلونزا، فكذلك هو الحمى، السخانة، ثم السعال، هو جاف، وبعض الأحيان كيكون ضيق تنفسي اللي ربما كنقدو نشوفوه في بعض الأشخاص اللي كيكون عندهم أمراض مزمنة، هذا فشل القلب، فشل ربما الكليتين، يمكن يكون عنده السكر ما مقادش الى اخره، بعض الامراض المزمنه اللي ربما كتزيد ربما تكون خطيره على هذا المريض اللي كيحمل هذه الامراض المزمنه، وبالتالي خصنا نتبع. ثم الاطفال بالطبع السن، لانه الاطفال والمسنين لان المناعه كيكون نقص المناعه، وهذا كيجعل انهم كيكونوا عرضه لعدد من 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 من, من, من الاخطار، او عرضه لربما لاشياء اللي يمكن لها تؤدي للاسف الى الوفيات.